انت ما بتطلقش الست دي ليه؟ حضرتك انا ما انا مش عارف عنها عشان الولاد بس احمد. انا ما هي خلاص هي كده بالنسبه لي طيب يعني هي هترد انا عليك دكتوره فشلت. مالك وضع يعني انا مش عارف اقول ايه وضع يعني مش طبيعي كاسره. طبعا يعني هو في اكتر من جانب. بشكرك يا الجانب استاذ حسن. الاول ان هم كانوا متزوجين وهو تزوج امراه اخرى. للاسف الشديد الصدمه كده النظرة للتعدد، يعني في نساء كثيرات يعني يتمنوا ان الزوج يموت لكن ما يتجوزش في واحدة تانية. جنازته ولا في جوازته. بالظبط تمام بالظبط. ف وبعدين هو رجع الناس قالوا له ولادك وما اعرفش ايه. طب الناس اللي قالوا له ولادك والكلام اللي هم بيقولوا له ليه ما قالولوش لما كان رايح يتزوجوا؟ ايه السبب اللي خلاه رغم ان انا ارى ان التعدد مباح اذا توافرت الشروط الشرعيه اللي ربنا امرنا بيها او امر بيها، لانه اصلا التعدد مقيد بذاته ومقيد بغيره. الوضع دلوقتي. طب ناخد اماني بس نرجع تاني للقضيه دي، ناخد تليفون ايه؟ كلهم بيحبوك وعايزين يكلموكي. اماني اتفضلي، اتاخرت عليكي صح؟ خط قطع؟ الو؟ فصل. طب في الحاله دي يعملوا ايه؟ يعني هي من وقت هذه هي بالنسبه لها جريمه. وبعدين الست ما بتنساش على فكره، لكن بتستنى، تفضل قاعده مستنيه الوقت اللي تنقض على الفريسه. يعني ده رد فعل طبيعي، كيدهن عظيم يعني. هي انقضت بدليل انها استمرت في القضايا وهو بيقول لها القايمه، طبعا عامله مبلغ كبير جدا. ده اللي انا عارفاه. هي اتعلمت الدرس بقى، هي في الاخر فقدت الامان. اتعلمت الدرس. بالظبط. اما انا بوجه لها الكلام، اما بالنسبه لانك تفرقي بين الاخوات فهو ده نوع اشد انواع العقوق من الام التي تفسد ما بين الاخوات. نعم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساووا بين ابنائكم، مش المساواه بس في الارث، لا، في المعامله، المساواه في المعامله وفي الرعايه وفي الولد الكبير محتاج لك يمكن اكتر من بنت ام 5 سنين. طب احنا استاذنكم برضو، يعني ده هيخلينا نعمل